السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الانتكاسة القوية جدا لنادي برشلونة في الفترة اللي فاتت أو في آخر 3 4 سنين كده، بعد ما فقد السيطرة تماما على أوروبا، عايزين نشوف إزاي هيقدر برشلونة يرجع تاني للسيطرة على أوروبا زي ما كان برشلونة في سابق عهده من أول 2007 كده وأنت جاي لحد 2015. وبرشلونة كان كل سنة هو المنافس الأول والمرشح الأول لنيل كل الألقاب. إزاي بقى برشلونة هيرجع تاني للسيطرة والهيمنة على أوروبا؟ في الفيديو ده هتكلم عن اللعيبة اللي ممكن برشلونة يجيبها في الفترة اللي جاية على اللعيبة اللي موجودة حاليا، ويكون فريق قوي يرجع تاني يسيطر على أوروبا من جديد إن شاء الله. الفيديو ده هيبقى عبارة عن قسمين أو جزئين. جزء أول هنتكلم عن الصفقات اللي المفروض النادي يجيبها، والجزء الثاني إن شاء الله هنتكلم عن اللعيبة المفروض النادي يسرحها. سرح برشلونة شوية في الفترة اللي فاتت لما جه كومان، سرح بقى شوية زي سواريز وراكيتيتش والناس دي وأرثر، وجاب لنا صفقات ما يعلم بها إلا ربنا. لكن في الحلقة دي احنا هنتكلم بالأرقام، أو بلاش بالأرقام، هنتكلم عن صفقات برشلونة لو جابها هيرجع تاني برشلونة اللي كان مسيطر على أوروبا، ويقدر تاني يرجع للهيمنة على أوروبا من تاني، ويرجع تاني هو المرشح الأول لكل الألقاب في العالم من تاني. نبدأ من حراسة المرمى. برشلونة في الفترة اللي فاتت عنده تير شتيجن هو الحارس الأول والوحيد والأساسي. من غاب تير شتيجن برشلونة ما عندوش حارس بديل. جبنا كذا حارس كده ولكن الفريق ما وفقش في ان هو يجيب حارس على قوة اسم نادي برشلونة. الحراس كلها بتيجي من بره، بتبقى بتقدم مستويات كويسة في أنديتها وبتيجي برشلونة تقع. في خلينا نتكلم عن جانلويجي دوناروما، حارس اي سي ميلان. هو حارس صغير السن، حارس كبير، حارس منتخب ايطاليا الاول، حارس نادي ميلان الاول. هو حاليا مجاني، ويقدر نادي برشلونه ان هو يتعاقد معاه فري من نادي اي سي ميلان. بالمناسبه اي سي ميلان وقع في القرعه في اليوروبا ليج مع مانشستر يونايتد، ومباراه هتبقى قويه وصعبان عليا قوي ان انا اشوف الصراع بين فريقين كبار زي دول في اليوروبا ليج. مش كنت المفروض اشوفهم في دور الابطال؟ المباراه دي لو في دور الابطال وبنتكلم عن الفريقين دول في مثلا في فتره حقبه من 2000 لحد 2010، كنا زماننا دلوقتي بنتفرج على مباراه اسطوريه، وكنا بنتكلم ومجهزين نفسنا اننا نتفرج على مباراه قويه. لكن دلوقتي كل سنة وانت طيب، مش هنشوف المباراة أصلا بسبب إن الفريقين أصلا دون المستوى، أو لسه بادئين يرجعوا. يعني خلينا بلاش نقول دون المستوى، لسه بادئين يرجعوا تاني للمنافسة تاني ويرجعوا تاني. شايفين ميلان السنة دي بدأ يرجع ينافس وفضل أول فترة كبيرة، لسه الإنتر مزحزح عن الصدارة من أسبوعين تقريبا، وبرضه مانشستر يونايتد ماشي السنة دي بشكل كويس في الدوري، لكن دوري الأبطال كان في مجموعة قوية وباظت منه في الآخر بآخر ماتشين لما اتغلب آخر ماتشين. خلينا نقول ان احنا قلنا دوناروما خيار جيد، خيار ممتاز، ويقدر برشلونة يجيبه مجاني وفري، ويقدر برضه يعمل منه حارس لمواسم قدام جاية كتير، ويبقى حارس من الحراس التاريخية لنادي برشلونة. خط الدفاع، وهقول اسم غريب شوية ممكن الناس كتير تنتقدني فيه، لكن رؤيتي الشخصية واللي شفته من اللاعب ده يؤهله ان هو يبقى مدافع في فريق كبير زي نادي برشلونة. هو بيلعب في فريق كبير برضه ولكن الاضواء مش متسلطة عليه، لكن هو مدافع رخم. ما شفتش يعني مدافع بالرخامة دي غير اللاعب ده، كريستنسن، مدافع نادي تشيلسي الانجليزي. مدافع رخم قوي، تحس كده ان هو مش واخد صيت ولا واخد نجوميه كبيره، لكن هو مدافع رخم ويقدر يلعب في فريق زي نادي برشلونه. ولما بيلعب في تشيلسي بتحس ان خط في نادي تشيلسي قوي، لكن لما بنشوف تشيلسي مش موجود كريستنسن بتحس ان يعني فريق تشيلسي ما عندوش دفاع اساسا. فاغلبيه الاوقات اللي بنشوف فيها كريستنسن موجود في خط دفاع نادي تشيلسي بتحس ان الفريق متماسك، فشايف ان هو ينفع يبقى في نادي برشلونه. برضو من ضمن الخيارات الدفاعيه اللي برشلونه ممكن يعتمد عليها في الفتره اللي جايه، وهي حلول بديله او حلول سريعه، ممكن نشوف ديفيد الابا مدافع بايرن ميونخ وهو حاليا فري. وخلي بالكم ان بايرن ميونخ تعاقدت مع اوباميكانو اللي كنت المفروض اتكلم عنه في الفيديو ده، لكن خلاص اوباميكانو راح من لايبزيتش للبايرن وادعم خط دفاع البايرن. يبقى الابا خلاص ماشي هو كده كده عايز يزود عقده وعايز فلوس كتير، والبايرن ما بيدفعش فلوس كتير، فعشان كده احتماليه انتقاله لنادي زي برشلونه كبيره جدا، وهينفع بينفع كمساك ناحيه الشمال وكباك شمال. كمان بنتكلم عن جارسيا مدافع نادي السيتي اللي بيلعب برضه
في حته قلب الدفاع، وبيلعب كمان كباك، شفناه في فترات كبيره جدا مع جوارديولا بيلعب كمساك، وبرده بيأدي بشكل كبير جدا، واسمه تردد في الفترات اللي فاتت ان هو هينتقل لبرشلونه، وكومان كمان عايزه. كمان من الحلول الدفاعيه اللي المفروض برشلونه برده يفكر فيها انخيلينو مدافع السيتي. السيتي عنده باك شمال اسمه انخيلينو، صاير وقرع كده، كان بيلعب مع السيتي وكان اعاره السنه اللي فاتت للايبزيتش، وكان متالق جدا ويمتاز بالاداء الهجومي القوي جدا، وعنده قدرات هجوميه كبيره جدا، ولو اتامن الدفاع وراه كويس اللاعب ده خطير جدا هجوميا، وبيقدر يجيب اهداف كتير. اعتقد برده ان هو من ضمن الحلول اللي المفروض نادي برشلونه يفكر فيها، خصوصا وان جوردي البا خلاص بيسلم نمر بقاله 3 4 سنين كده. انخيلينو وجارسيا والابا هيدعموا، وكريستينسن بعتبر انت بتشتري 4 لعيبه مع اروخو مع لونجلي مع بيكي، توكل على الله، بس مش وقتنا ان احنا نتكلم عن مين اللي هيمشي. الستة دول برضو مع منجيزة مع ديست، فبنتكلم في 6 7 لعيبة هيكونوا خط دفاع قوي جدا يمتاز بالخبرة اللي موجودة عند ألابا وكريستينسن والشباب زي مثلا ديست وزي منجيزة وانخيلينو وجارسيه. فالتشكيلة الـ7 الـ8 اللي انا قلت عليهم دول ممكن يكونوا خط دفاع قوي مع نادي زي برشلونة. خط النص والمشكلة برضو اللي موجودة لسه حاليا في برشلونة هي خط النص اللي موجود فيه بوسكيتس وموجود فيه ديونج، واعتقد برشلونه محتاج برضه فردتين تقال في خط نص الملعب في الفتره اللي جايه علشان يقوي خط النص اللي ضايع منه في الفتره اللي فاتت. جبنا ميرايم بيانيتش وهو ما بيلعبش اصلا، اول فتره اللي بيلعب بيها انت جايب لاعب عنده 32 سنه يشيل لك خط نص ملعب ازاي مش عارف. فانت ممكن تفكر في تليمانس لاعب ليستر سيتي، فرده تقيله قوي ولسه لاعب صغير، بتتكلم في لاعب عنده 22 23 سنه ولاعب مميز جدا، مجهود بدني طاقه عنده، مخزون بدني كبير جدا، ويقدر يفيد في نادي زي برشلونه ويقدر يبقى من العناصر الاساسيه في نادي برشلونه. كمان في لاعب اريكسن، وطبعا كلنا عارفين كريستيان اريكسن لاعب الانتر حاليا وكان بيلعب في توتنهام قبل كده، صانع العاب عالمي وما بيقضيش وقت مميز جدا في نادي الانتر او ما بيلعبش اصلا، وفكره ان انت تجيبه من الانتر في الوقت ده سهله ببساطه، انك تتفاوض مع اللاعب وتتفاوض مع اداره النادي تجيب كريستيان اريكسن، هيبقى خامه كويسه ويمشي مع اداء نادي برشلونه، لاعب كورته كويسه جدا واداؤه عالي. تونالي لاعب بريشيا، ده لاعب شباب في الدوري الايطالي وبيلعب في نادي بريشيا، لاعب يعني الصحافه الايطاليه والناس بتشبهه ببيرلو كده، لاعب نفس الاستايل، لاعب لسه شباب وصغير، وبرده لو جه فرقه زي برشلونه هيقدر يعمل مسيره كبيره مع نادي زي برشلونه لو جه، وكان من العناصر اللي المفروض برشلونه تفكر فيها في الفتره اللي جايه. طبعا احنا بنتكلم عن 3 لعيبه في خط النص بالاضافه الى ديونج اللي موجود حاليا، وكمان خبره لاعب زي ميرلين بيانيتش لو بيلعب في الفترات اللي جايه مع المفروض بوسكيتس موجود، لكن بوسكيتس زي ما قلت مسلم نمر، فاحنا بنتكلم عن برضو 3 4 لعيبه المفروض ينفعوك في خط نص ملعب برشلونه، مع كمان ترينكاو مع اللعيبه اللي بتنفع تلعب نص ملعب زي اللاعب اللي انا اقول عليه دلوقتي بروميس اللي بيلعب في اشبيليه، هو المفروض جناح منتخب هولندا ونادي اشبيليه، لكن هو ممكن تلعبه كنص ملعب او جناح، لاعب مميز جدا، لاعب عنده سرعات عاليه جدا وهيمشي مع طريقه مدرب كومان، وكمان هيديك طاقة كبيرة جدا في خط نص الملعب، وده برضو من ضمن العناصر او من ضمن الحاجات اللي ناقصة خط نص نادي برشلونة في الفترة اللي فاتت. طبعا برشلونة مشكلتها الأساسية كانت خط النص والدفاع، فاحنا لما جينا نتكلم بنركز قوي في خط النص والدفاع. خلينا بقى نخش على الجزء اللي قدام ونتكلم عن اللعيبة او اللعيبة المهاجمين اللي يقدر برشلونة يجيبهم في الفترة اللي جاية. عندنا دلوقتي هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، وهو طبعا اتعرض على برشلونه قبل كده وبرشلونه ما رضتش تجيبه، جابوا بريتويت مكانه، او اسف جابوا بواتنج مكانه، اعاره 6 شهور وجه خد شويه فلوس ومشي. طيب هالاند ضروره وحتميه وجوده في برشلونه ضروريه جدا، لانه ده المهاجم القادم ل 10 سنين قدام ويمكن 15 سنه كمان. فبرشلونه لو فكرت في الاتجاه ده هتبقى بتشتري فرويد ومهاجم للعمر، فاعتقد ان انسب خيار لبرشلونه حاليا هو هالاند، وكمان يجي بعد هالاند او يجي مع هالاند منفذ دبي مهاجم نادي ليون، وهو فري ايضا في نادي ليون وتقدر تجيبه ببلاش. خش كمان على صفقه ثالثه هتقدر تجيبها ببلاش وهو اجويرو من السيتي.
نستغل بقى العلاقات اللي بين جوارديولا وبين برشلونه ونجيب كمان اجويرو. اجويرو هتقول لي اجويرو يا عم ده معدي ال 30 وكبير في السن بس بيعرف يجيب جون، وبرشلونه عايزه لاعب يعرف يجيب جون. اجويرو حل سريع حاليا، لو مش هتقدر تجيب هالاند او ديباي فانت تفكر في اجويرو من السيتي ببلاش، وكمان مش تايه عن الدوري الاسباني وبيلعب من زمان، لعب فتره كبيره في الدوري الاسباني قبل ما ينتقل للسيتي ايام ما كان بيلعب في اتلتيكو مدريد. دي برضو يعني فكرة سريعة عن اللعيبة اللي تقدر برشلونة تجيبها في الفترة اللي جاية وتفيد في نادي برشلونة وتكون فريق قوي مع ميسي مع جريزمان مع ديمبلي مع الناس اللي موجودة اللي لسه فيها الأمل، مع ترينكاو مع ديونج أروخو تريشتيجن، الناس اللي لسه فيها الأمل اللي موجودة في برشلونة. وتقدر برضو تبص على جورجينيو فينالدو من ليفربول برضو يدعم خط النص، لاعب كويس ولاعب مش هتحتاج ان انت تقول هصبر عليه، لا لاعب جاي جاهز، لاعب بيلعب في فريق كبير زي ليفربول واساسي ومحافظ على مستواه وبيلعب في منتخب هولندا وهو يعتبر من كباتن منتخب هولندا، ويقدر برضه يحل لك مشاكل خط النص اللي موجوده عندك في الفتره دي. برشلونه محتاج صفقات كتير ومحتاج لعيبه كتير تمشي، ان شاء الله هنعمل حلقه عن اللعيبه اللي المفروض تتسرح ببلاش وتمشي، ولكن حبيت ان انا اقول الفيديو ده على السريع كده، لسه محضر الفيديو من مفيش نص ساعة، قلت لازم اطلع اتكلم في الفيديو ده حاليا في ظل الكوارث اللي بتحصل في برشلونة حاليا. لو اول مرة تتابعني انزل اشترك في قناة، فعل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.